أسعار الخضروات متضاعفة وبعضها فاقت التوقعات وارتفعت بشكل جنوني. تتوفر الخضروات بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، ومع هذا يجد الناس صعوبة في شراء بعضها، كهذا المواطن الذي عاد بما يسد حاجة يومه فقط من البندورة. كيلو بألف، كيلو بألف، يعني إذا ما بجمعه يا رحمة من عتيله، ما عبش رحمة في قلوب الناس. لا كل شيء غير يا الله، إن شاء الله. هؤلاء بمئتين، أربع حبات، الحبة بخمسين. لا ظهر من. تجار الجملة هنا يشكون من ارتفاع أسعارها أيضا، ويرجعون ذلك لعوامل عدة قد لا تبدأ فقط من مصدر إنتاجها لدى المزارعين. هو ذاك سبب غلى الطماط، غلى البطاط، غلى البصل، كلهم أكثر المزارعين ما يزارعوش. يقول لك مثلا من هذا اسمه منع الديزل. المزارع تعبس الثمر حقه، غلس مثلا غرس مثلا البذور بمبلغ مثلا البذور مبلغ الكيلو، البطاط البذور حق البطاط الكيلو مثلا ب1005 الكيلو، ب1005 صل. البذور حق الطماط الاسمام غالي كله، والسم غالي. هذه المنتجات التي تزرع محليا كافية لسد الاحتياج المحلي، فخلال الأعوام الماضية كانت البلد تصدر منها كميات كبيرة، لكنه مع تفاقم الحرب لم تعد طريقا لذلك. فيما يخص السوق المحلي يحدث أحيانا شحة واختناق، شحة في عرض المنتجات، ويحدث اختناق التسويقية ما بين الحين والآخر، فيرتفع أحيانا بعض السلع الخضار في السوق ونتيجة هذه الاختناقات، ونتيجة أحيانا يصاب المحصول خاصة المنزرع في الزراعة المكشوفة. وبهذا تكون الجهات المعنية بالرقابة والإشراف على الأسواق غير قادرة على التحكم بأسعار السوق الذي يخضع لمعادلة العرض والطلب. يسوق المزارعون منتجاتهم إلى مثل هذه الأسواق التي تخضع للعرض والطلب، وتختلف الأسعار من شهر إلى آخر. إياد الموسمي، روداو، صنعاء.